طب رجالة، النهاردة اليوم التاني اللي فتحنا فيه الباكج المضمون يا جدعان، ودي ملخص تفتيح الباكج. يعني انا بفتحه طبعا وبصوره وبعد كده بجيبه لكم في الفيديو وبنلعب مع بعض جيم بلاي كالعادة كده. فعلا مش عامل لايك، اعمل لايك ومشترك في القناة، اشترك وادي الباكج قدامكم. يعني الحمد لله ان انا جالي لاعب، يعني انا اتصدمت في الاول لما جالي ده، بس بعد كده رحت لقيت لك ان انا جالي لاعب تاني مضمون جنبه اللي هو ب 12 مليون يعني. فالحمد لله ان انا كسبت 12 مليون، وامبارح بايعين بنزيما ب 20 مليون، بقى كسبانين الى حد ما يعني. فالجو على الرايق، عمالين نحوش فلوس. طبعا انت هتستغرب تقول لي ال 14 مليون اللي معاك دي هادي، دليل ان في عين بورص بتتفرج عليا وبصالي في الكوينز وبصالي في الفلوس. بس ما علينا، يعني انا مسامحك عشان انت بتحبيني وانا كمان بحبك، وفي حوار انا عايزكم فيه كده هنتكلم فيه مع بعض سوا. بس يا جدعان ما علينا كده، بصوا شايفين انا لبست التجاره دي، يعني انا اشتريت الواد ده وبعد كده راح طلع فيه حوارات وفي قصص وسعره نزل وهبخسر فيه، بس انا يعني ايه قلت اتاجر فيه. ما علينا، يعني انا قلت لكم اتاجر فيه وبعد كده اشوف هل التجاره دي هتفوز ولا هتخسر. بس بشكل عام انا خسرت، يعني انا كان ب 13 مليون وبعد كده راح نزل نزله غريبه كده، لقيت السيلفر كله واخده. المهم ما علينا يا جدعان، يلا عايزين نخش بقى نولع الحكه النهارده بالتشكيله اللي فيها ثلاثينات رانك. بس قبل ما نخش نولع الحكه، انا عايزك في موضوع مهم يا اسطى. لو انت بتحبني بس، لو بتحبني بس، انا عملت قناه تانية، القناه دي بتتكلم عن مشاكلنا كشباب، بتتكلم عن مشاكلنا كده. فنزلت اول حلقه ليها فيديو عن التعليم، تلاقي اللينك ظهر لك تحت، ممكن اجيب لك حته منها كده صغيره بس كده تشوفها دلوقتي، بس اللينك تحت بعد ما تخلص فيديو فيفا كده. انا حاجه من ضمن الحاجات اللي مضايقاني قوي بصراحه ربنا هي التعليم. يعني انا التعليم في التعليم عندنا كده انا متضايق منه، انا مخنوق منه، انا عارف اللي هو ايه، انا فعلا جادد منه. خلص لعبي فيه، روح على القناه هناك اكتب لي كومنت اللي انت عايزه، اكتب لي رايك، هرد على كل الكومنتات هناك، هولع الحكه معاكم هناك يا جدعان. بصوا هناك على القناه كده، هي القناه مصفيه، يعني انت هتروح احتمال تلاقيها صفر سبسكرايب. انا مش القناه دي انا مش هطلعها لاصحابي ولا هطلعها لاي حد ولا هطلعها لاي شيء. روحوا شوفوها انتوا، انا عايز الناس اللي هي بتحبني بس، انا مش عايز اصحابي يخشوا عليها، مش انا عايز الناس اللي بتحبني بس وبتتفرج عليها من فيفا تخش على القناه دي، لان القناه دي هنتكلم فيها براحتنا عن مشاكلنا عن الحياه عن الدنيا بكل صراحه، مش هيهمني فيها حد وهطرش الحكه. انتوا عارفين كده كويس، عارفين كده كويس. خش هتلاقي اللينك تحت، هتلاقيني نزلت اول حلقه ليها. قول لي رايك، قول لي اعمل ايه، قول لي ايه الدنيا، قول لي عجبتك، اتناقش معايا في موضوع الحلقه. بس القناه هي مش متمنتجه، يعني انا ما بمنتجش فيها، القناه دي مش هيتمنتج فيها، المكان دي هنتكلم فيها عن مشاكلنا كده من غير مونتاج، كان قاعد معاك كده. انا سميت القناه فاهم هادي على القهوه، سميتها هادي على القهوه، هادي على القهوه كده اسم رايق قوي. يلا بس بينا كده نخش نلعب ونولع الحكه كده مع بعضينا كده النهارده. تمام، ربنا يستر كده. ايه ده، على فكره العيال الرانك فاضل له بتاع حاجه بسيطه، والعيال انا عارف ان هي داخله الرانك، داخله تلعب على ابوه يعني. صدورف ليه كده يا صدورف؟ الباص الغلط دي كله باص غلط بتضيعنا يا صدورف، ولا الحقيقه وسط على الرايك. اهدوا يا جدعان يا دي العك. لا ضربه جزاء ليه؟ والله العظيم ما عملت حاجه حرام، اقسم بالله ياخد ضربه جزاء. يا رب تتصدى، يا رب يا رب تتصدى، يا رب فاندر سار يصدها، يا رب يا رب فاندر سار يصدها. استنى ايه ده؟ ايوه الحمد لله، والله العظيم عشان انا ابن حلال اقسم بالله، والواد ما يستاهلهاش. صلاح والدموع، صلاح والدموع، صلاح كل الارواح مقدسه، صلاح والدموع. هو فاكرني هباصي، فاكرني هباصي، صلاح والدموع، صلاح والدموع يكمل. صلاح لا ما تروحلوش يا صلاح، ما تروحلوش. ادي ادي يلا، حرام حرام والله العظيم دي حرام. ايه ايه ايه، ضاعت ضاعت. تمسكوا، حاولوا تمسكوا كده، حاولوا تلعبوا عدل بقى يا جدعان، ده انتوا ولاد. امسك يلا الكورة، امسك يلا الكورة. ما فتحت، فتحت قوي والله العظيم. صدق المفروض ان انا داخل عليه بروديجير، مش عارف انا ما داخلش ليه، بس ماشي. هو اللعب لما انا بلعب وانا متوصل السلك ده، والله العظيم بيبقى لعب زي الزفت. والله لما بلعب لوحدي كده الدنيا بتبقى حلوة. ماشي، هو طاير طاير ورايا بجيريمي دوكو، مش راضي يخش بواحد تاني، ده هيخش بزيبيو. ماشي يا صدورف، فينيسيوس جونيور ولا الحكايه يا فينيسيوس، يا دي ارتواتك الجامده الرايقه الخفيفه. قفل، ايوه كده زانيت عاش على الرايق. يلا يا زانيت والله. طب يا جدعان ينتهي الشوط الاولاني بواحد واحد، الخصم جايب هدف حلو واحنا جايبين هدف فينيسيوس جونيور. طرش الطرش يا رب المباراه تكمل على خير. والله العظيم اللعب والسلك موجود بيبقى خرا، اللعب والسلك موجود والله العظيم بعاني، بحس ان انا ما بلعبش. خلص يا جينيولا بقى، خلص يا جينيولا ولا الحكة على الرايق كده. جدعان القناه الثانيه يا جدعان، يا ريت تدعموني فيها هناك يا جدعان، خشوا له القناه الثانيه يعني فاهم، والله الحكة كده برضه فاهم، وقول لي تحت بس اسمع الفيديو كامل كده وتقول لي رايك كده بكل صراحه. امسك 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 امسك، الحقه. ايوه كده ايوه كده، عاش على الرايق على الرايق يا جينيولا على الرايق يا جينيولا، عايزين يخشوا عليك كماشه.
طب يا جدعان، ينتهي المباراة الحمد لله بفوز لينا 2-1، والخصم متضايق ان احنا فزنا. انا عارف ان اللعب في اخر يومين، في اخر يوم في التصنيف ده بيبقى عذاب وهلك الهلك والدنيا طرش الطرش، فيعني ربنا يستر. ونشوف خدنا كام كاس. خدنا 10,000 كاس من الواد. اوه رقم حلو قوي. عارفين ان انا فاضل لي يا دوبك 20,000 تقريبا، 20,000 تقريبا كاس، ونطلع لبطل فيفا واحد. اتمنى ان انا اعرف اطلعه حتى في الفيديو ده او لوحدي. بعد ما اخلص الفيديو هروح العب لوحدي يعني، حتى لو ما مناش. يلا بينا على غرفة التغيير الافريقي للملابس. البس لكم لبس مطروشات يا رجاله، لبس مطروشات من عند الافريقي. اهو 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 شايفين، لبس لبني ورايق كده وحلو. مطروشات يا صاحبي، مطروشات يا صاحبي. ولع الهيك، استعملت لايك يا اسطى في الفيديو ده ولا ما عملتش؟ اعمل لايك الفيديو ده يا اسطى، وروح هناك اتفرج عليا على قناتي التانيه كده، بنولع فيها الحكه هناك وجمدانيات وحلويات. هنزلك النهارده مباراتين يا اسطى، المباراه دي انا هنزلها كامله، بس يعني ايه، علشان خاطر انا والله العظيم تعبت من التصوير وقعد اصور واضاءه وحوارات وبتاع، فهنزلك المباراه دي كامله. وبعد ما تخلص المباراه زي ما احنا قلنا كده، روح دخلنا ده دوت كام، 1,271,000، يعني زينا بالظبط. ده المباراه دي هتبقى طرش طرش كويس، هي دي المباراه المناسبه، الا لو ما كانش ابن متهكه. لو كان ابن متهكه الدنيا هتبوظ. يا رب بس ما اخش ضد باج بينج عشان الدنيا ما تبص مننا وما تسلخش مننا. يا رب ما يكونش في باج بينج. انا مش عارف ليه حاسس ان اللعبه طولت كده ومش هتدخلنا والواد هاك، ما تعرفش والله. اه دخلنا المباراه وربنا يستر. يا رب ما يكون متهاك، يا رب ما يكون متهاك. معاه فرناندو توريس ومعاه ايساك ومعاه ديمبلي ومعاه فينيسيوس جونيور، معاه لعيبه طرش الطرش وخلد وحاجات كده تحفه. تشوفوا المباراه دي ترسى على يا جدعان. قناه ثانيه، في قناه ثانيه تحت هتلاقيها في الوصف اول كومنت، وهتلاقيني كتبت لك بيها كومنت، هتلاقيني كتبت لك بيها كومنت وثبته كده. اسمها القهوه مع هادي كده، دي قناه بتتكلم عن مشاكلنا كشباب، بتتكلم كده عن كل حاجه بنواجهها. مش عارف لو القناه دي وصلت 100 مشترك ممكن انزل فيها فيديو كل يوم يعني، ممكن لو وصلت 100 مشترك، لو ما وصلتش خلاص يعني فاهم. انا اهم نفسي توصل 100 مشترك يعني، تخيل 100 مشترك كده تبقى جامده والله. 100 مشترك بس على الرايق كده، على الرايق بس 100 مشترك كده تبقى الدنيا على الرايق. القناه دي هنتكلم فيها براحتنا عن كل المشاكل براحتنا كشباب، وهتسكع دلوقتي هدف، هدف ترشاو. نمسك كده. طب يا روديجير امسك، امسك يا روديجير. بص يا روديجير ما يعديكش، انا قلت لك يا روديجير ما يعديكش. على الرايق يا عشا. فاندر، فاندر موجود يحمينا برضه والله، فاندر موجود يحمينا. ده هيجي دي، انا مش عارف ليه الوقفة اللعيبه دي تدل على ان البتاع دي هتيجي. ايه ده، ده لعبها صح، ده عايز يسكع الحكه. بسم الله الرحمن الرحيم. آه الحمد لله. بس الواد شكله لعيب قوي يا جدعان، الواد شكله لعيب قوي بصراحه يعني. لو فزنا انا مش هزعل، بس يا رب المباراه تبقى حلوه كده، حتى لو هيعمل عرضيه ولا حاجه يعني فاهم، يكون شاد كام شوط كوره حلوين. انا بحترم الاشخاص اللي زي كده يعني فاهم. في لعيب بتفرج عليه كده ستريم اسمه سيدو، لعيب قوي بيعرف يلعب نظيف ووسخ. انا بحترم الناس اللي زي كده، اللي هو تلاقيه جامد في اللعب. طبعا مودريتش هيرجع، لما يرجع هقول لكم. الناس كلها في الكومنتات هات قناه مودريتش، هات قناه. هو لسه مش عامل يوتيوب، بس احنا هنخليه يعمل يوتيوب يا جدعان يعني، احنا هنخليه يعمل يوتيوب وندعمه ونظبطه، نولع له الحكه. بس يعني ايه، ظبطونا في القناه الثانيه، القناه الثانيه يا جدعان. عايز ايه؟ عايز 100 واحد فقط بس يتفرج عليها، هتلاقيني كتبت بيها كومنت. ممكن وانت راجع من الامتحانات تتفرج عليها على روقان، ممكن وانت قاعد تجيب لك كوبايه قهوه كده. هي بص، هي اسمها قهوه على هادي، فبشكل عام احنا قاعدين على القهوه يعني، زي ما احنا بنلعب فيفا كده وبنتكلم برده كاني قاعد مع الواد. لعب لعبه حلوه قوي بصراحه، بس يا رب نلحقها. اوه ده انت بتلعب حلو قوي يا جدع، بتلعب حلو قوي يا جدع. الواد لو فازنا انا مش زعلان، بس شايفين البلوكات والدفاعات. انا هادي جامد برده، بيلعب مع البابا برده يعني، مش بيلعب مع حد سهل. دفاع البابا برده جامد، بس والله لو العبك من غير سلك اقسم بالله كنت فشختك. بس الفكره كلها يا اسطى بلعبك بسلك وايديا مش متعوده على كده وفي برد. والنبي يا فيفا، انا لما بكون بباصي مش بضيع وقت يعني، ايه انا مش عارف اللعبه ليه بتحتسبها تضييع وقت، ولما بضيع وقت مش هتعرف تمسك عليا حاجه فيفا يعني. انا لو بضيع وقت فيفا نفسها مش هتعرف تمسك عليا حاجه. بنضيع وقت وبنزعل العيال لما بنبقى فايزين، لو واحد معرض بنفشخه وبنضيع وقت وما بتعرفش تعملي لي حاجه يا فيفا. فما تجيش وانا بباصي بما يرضي الله تقولي لي ان انا بضيع وقت. لعبه لعبه ما فيش منطق، بس ماشي هي بتحاول على قد ما تقدر يعني تظبط الحكم. بس ماشي، يلا على الرايق، يلا يا سودورف، يلا زنبروتا، يلا يلا يلا. ليه كده بس؟ الواد هيجي لعيبته يا جدعان، الواد هيجي لعيبته. فانا بفكر انا كمان هيجي لعيبتي يعني، انا هيجت لعيبتي. اه انا اصلا ما هيجها، عاملين هجوم يعني، عاملين هجوم. استور روستر، روستر من فينيسيوس الغدار. عاش يا ده زانيتي، بجد بتلعب حلو قد الفتره الاخيره والله، جيت بتلعب حلو الفتره الاخيره مولع الحكه. انا يا جدعان انا الماتش ده حاسس ان انا ما جيتش، حاسس ان انا يا توري. ايوه يا توري والله كنت ازعل لو عدت منك، ده مش فرناندو توريس اللي عدى منك يعني. بس الواد للامانه بيلعب حلو، انا بلعب وحش، انا بلعب وحش والموبايل مش مساعدني، وحاسس ان انا ايه ممسوك ماسكه بالتكلاب كده يعني فاهمين. انا بصراحه ربنا بلعب وحش، بدافع حلو، بلعب وحش، بهاجم وحش، بس بلعب حلو، بس مدافع حلو قوي.
يلا نرجع بفينيسيوس، توريه يرجع عشان ايه؟ لو عداني ما يعديش توريه، يبقى توريه موجود كده يقفل. شايف مقفلين على الواد قوي احنا، الواد بيحاول يلاقي ثغره، بس اقسم بالله في دف في دف دوب فريم جال، في دروب فريم بيحصل بضين مخليني بص. ايوه يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه، تسكعنا ار2، لازم نركز بقى. والواد بصراحه لعبه حلو، بصراحه ربنا لعبه حلو، ماسك كوره كويس، بيلعب كويس، شات ار2. بص بص فينك يا بلانك، فينك يا مالك يا سيدورف، بترفع رجلك ليه يا حبيبي؟ خلاص معدت، خلاص معدت. وبصراحه فرناندو توريس يجيبها، فرناندو ماشي ماشي على الرايق، على الرايق بنخسر، على الرايق بنخسر. يلا يلا يا توريه تعالوا، طب نهجم هجمه صح، بس الواد بيلعب باتنين ديفندر، بيطلع الاتنين ديفندر. ماشي سيدورف بيلعب دفاع حلو قوي يا جدعان، الواد الواد لعيب قوي بصراحه، الواد لو جينا للحق لعيب بصراحه، وانا مش عارف العبه بالسلك ابن اللذينه ده. ماشي ماشي، خش بقى زنبروت فاول، لا اهم حاجه هو ياخد فاول. يلا طيب اخر هجمه، اخر هجمه يا صلاح، والله اعمل بيه مهاره، والله اعمل بيه مهاره، بس بصراحه ربنا الواد يستاهل الفوز، الواد جامد، الواد ده بصراحه ربنا جامد يعني، يستاهل الفوز حلو. انا ما رحتش عند الجون بتاعه اطلاقا، واد لعيب غلبني، حتى لو كنت من غير سلك كان هيزعلني. المهم يا جدعان في قناه تانية يا جدعان، نخش نشوفها كده، نخش نشوفها ونولع الحكه. وخسرنا ال 10000 اللي احنا كسبناهم الماتش اللي فات، عادي هقعد العب مع نفسي واشوف الدنيا كده هترسى على ايه. يا رب بس بكره لما افتح لكم كده الفيديو يكون وصلنا بطل فيفا واحد، هقفل على كده ونتقابل تاني بعدين، وهنتقابل هناك في القناه، القناه ما فيهاش اي حد، فانت روح هتكون اول واحد بتكلمني مع بعضينا كده على الرايق. السلام عليكم يا رجاله.